أهلا بكم في مشوار جديد من برنامج الملعب عبر القناة الرياضية السعودية. كالعادة البداية بالعناوين. الوسط الرياضي تحت مشرط محمد الدوش. بعد الاحتراف لجنة المسابقات في موقف حرج. الجولة السابعة في جميل تعود ساخنة بعد التوقف. أهلا بكم في الملعب، ورحب بضيفي في هذه الحلقة القانوني والناقد الرياضي الخبير الأستاذ محمد الدويش. حياك الله أبو سليمان، سعداء بوجودك. الله يرضى عليك، أنا أسعد. قلت قانوني وناقد رياضي، نحتاج إلى رأي قانوني في هذه الحلقة، هو رأي حصيف لرياضي متابع بدقة للمشهد الرياضي حول عدد من المواضيع التي يختلف عليها الجمهور الرياضي الآن. من المواضيع اللي بدت أبو سليمان دائرة تتسع حول هذا الموضوع وأصبح طاغي الآن من سنوات، اللي هو موضوع عملية التعاطي مع مدرب المنتخب سواء لوبيز أو غيره أو مدرب نادي. احنا ما نتكلم عن جمهور، جمهور في النهاية عاطفي، احنا نتكلم عن من يحملون أمانة الكلمة والقلم في هذا التعاطي. خليني بس أخذ من وقتك دقيقة، يعني خليني أقرب الصورة بشكل أكبر ويسمح لي يعني المخرج. في عام 96 لما كان فنقادة يدرب المنتخب في كأس آسيا، كان يوسف ثنيان في الاحتياط، وكان الجميع مستغرب وجود يوسف ثنيان في الاحتياط. قدم تصفيات كأس آسيا وكأس الخليج، كان من أفضل اللاعبين على ما أذكر. الإعلام الموالي لنادي الهلال مثلا، ليس الكل، كان ينتقد فينغادا بقسوة. لما تورط فينغادا في دور الثمانية دخل يوسف ثنيان، نفض الصينيين بهدفين وانتهت 4-2 للمنتخب، وارتفعت أسهم فينغادا عند الإعلام الهلالي. كذلك ما يحدث الآن في الإعلام الموالي للنصر مع لوبيز، قبل استدعاء عبد الله العنزي وبعد استدعاء عبد الله العنزي. خالد قهوجي كان من أفضل اللاعبين في 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 زمنه، اللي يقشر كور للمهاجمين مع الهريفي واثنيان على ما أعتقد. ما في مدرب منتخب ما اختاره في أي مشاركة رسمية، لم يحضر خالد قهوجي، وكان كل مدرب يحضر المنتخب مغضوب عليه عند الإعلام المنتمي للنادي الأهلي، وكذلك محمد نور. أبو سليمان، شو الازدواجية هذه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو زي ما تفضلت بدر، في ازدواجية، لكن خليني أنا أخذ الازدواجية بوجهها الآخر، اللي هو الملاحظ في الآونة الأخيرة، هو أن هناك إعلام أندية وفي ازدواجية من ناحية التعامل مع المنتخب. يعني تلقى إعلامي ينتقد لوبيز، بل يمكن يطالب بإلغاء عقده، طيب، بينما هذا الإعلامي نفسه لا يتجرأ أن يقول كلمة نقد واحدة في حق ناديه ولا مدرب ناديه. يعني هذه ازدواجية واضحة للعيان الآن في المشهد الإعلامي السعودي، الإعلامي الرياضي السعودي، انه انا هي موجوده من كثره الان، لكن موجوده من سنوات، كانت موجوده بس انا اقول لك الان ظاهره بارزه. ايه، انه انا اتجرأ على نقد مدرب المنتخب ولا اتجرأ على ان اقول كلمه نقد واحده بحق النادي الذي اميل اليه. ليش هذا يجرنا الى انه حاجه انا قلتها مرارا وتكرارا، انه الآن إحنا نعيش في ليست في مرحلة الميول كما كان سابق، يعني نعيش في مرحلة العلاقات. يعني أنا كإعلامي ما أستطيع أني أنتقد مدرب النادي
أو أي شيء يحدث في النادي حتى لا أفقد رضا الرئيس. فصارت القصة قصة علاقة شخصية مع رئيس النادي على وجه التحديد. أصبح الإعلام الآن يتباهى بهذه العلاقة، بل يمكن يعير أي إعلامي أنه يقول له مثلا، يستخدم له حتى ألفاظ يعني لا مؤاخذة سوقية، رئيس النادي ما هو معطيك وجه، معطيك أشكل، سحب عليك. فهو يتباهى بهذه العلاقة، بينما لما يجي للمنتخب يتحول إلى أسد. أنا أقول عنهم أنهم نعام قدام أنديتهم وأسود قدام المنتخب السعودي. النسبة العظمى الآن من الإعلاميين كذا؟ النسبة العظمى من الإعلاميين الآن تلاحظ أنه يتكلم بكل حرية وبكل جرأة وبكل شجاعة. أنا طبعاً لا يفهم من كلامي هذه أني مع لوبيز، أنا عندي ملاحظات على لوبيز، ولكني أنا فقط أنتقد هذه الازدواجية بين أنك كإعلامي تمارس حرية الرأي والنقد، يجب أن تمارسها هنا وهنا، ما تكون هنا تماماً يعني ما أخذ راحتك لأنه المنتخب وكذا، وهناك زي ما قلتك يراعي العلاقة الشخصية. أكثر من كذا في العلاقة الشخصية يا بدر، أكثر من كذا أنهم ما اكتفوا فقط أنهم ما ينتقدون، ما يملكون الجرأة على نقد حتى لا يغضب الرئيس عليهم، صاروا يشتمون اللي ينتقدون. يعني لما يجي واحد ينتقد نادي معين تلقى أنصار الرئيس الإعلاميين يشتمون في هذا الشخص، يعني هم لا يستطيعون أن ينتقدون، وفوق هذا عاملين خط دفاع أو خط حماية. هذا طبعا يا بدر انحدار في التعاطي المهني من ناحية الإعلام الرياضي. بل أكثر من كذا، عضو شرف يا بدر قال لي قصة أنا حتى الآن ماني مصدقها صراحة. عضو شرف في أحد الأندية بلاش نحدد، في الموسم الماضي قال اتصل فيه أحد الإعلاميين. يعني شوف وين حنا رايحين من ناحية العلاقات الشخصية. قال اتصل فيني، تخيل وش قال لي. قال أنا اتفقت، كانت مباراة بين فريقين، قال أنا اتفقت مع لاعب أنه ينهي لاعب، يعني لاعب في الفريق هذا ينهي لاعب في الفريق المقابل مقابل مبلغ وقدره، أبغاك تدفع المبلغ. مبلغ للاعب؟ إيه، للاعب اللي بيقوم بمهمة الإنهاء. هذا إعلامي بطلها اللي منسقها على كلام عضو الشرف، وأنا حتى هذه اللحظة ماني مصدق أنه هذا ممكن يحصل لولا أني أثق بكلامه. ينهيه كيف؟ يطلع من المباراة يعني؟ لا، ينهيه، يكسره، يحاول ينهيه تماما، يعني على الأقل إلى نهاية الموسم، يعني يغيبه كذا مباراة إلى آخره، هذه المهمة. فهو جاي يقول له أبغاك تدفع، فيقول أنا ما صدقت، يعني في إعلامي كذا. فيقول يعني هذا إذا كنا فعلا وصلنا إلى هالدرجة، هذا ما عاد هو بتدهور، هذا انحطاط. طيب ما نبغى اسم الإعلامي، المباراة كانت بين من؟ لا لا لا، أبدا أبدا، لأنه تمني هو صراحة لا يمكن أقوله. لا، المباراة ما نبغى اسم الإعلامي. أبدا أبدا أبدا، لا تحرجني رجاء، أنا عضو الشرف، هذا تمني على القصة أني ما أجيب أطراف نهائية. لكن إحنا كلاسيكو. لا 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 لا, لا تمارس ذكائك علي بدر. لا، إحنا ترى بدر ما نجيبها على أساس أنا عارف إنك يعني نبغى جايبها إنه وين وصلنا. إيه، نبغى نشهر بالناس. أنا أقول لك إذا هالقصة وأنا شخصياً ماني مصدقها إلى يومها، هي حقيقية ولا قصة يعني رواية؟ على كلام عضو الشرف هذا يقسم لي بالله إن هذا اللي صار، وحدثت القصة في بداية الموسم الماضي. أنا أقول لك إذا وصلنا إلى هذه الدرجة في الإعلام الرياضي السعودي، أنا أسمي هذا انحطاط ما بعد انحطاط. عضو الشرف تجاوب ولا ما تجاوب؟ لا لا، بالعكس، يقول أنا ماني مصدق إلى الآن إنه في ناس تشتغل بهالشكل. فنرجع للمنتخب أيضا، مش الإعلام فقط. أنت ما تلاحظ يا بدر أنه حتى لعيبة المنتخب يتجرؤون على مدربهم ولا يتجرؤون على مدرب النادي؟ يعني إحنا شفنا، ما شفنا لاعبين يطلعوا في الأندية يتكلموا على، يعني يمكن باستثناء عبد عطيف وانتهى الأمر. السهلاوي يتكلم مرة على، لا لا بالعكس، يعني أشاد فيه. لا لا، أشاد فيه، قال إحنا ما فهمنا طريقته. بالعكس، أشاد فيه. اللاعبين اللي شفناهم ينتقدون الآن لوبيز، والمفروض ما ينتقدونه كلاعبين في المنتخب، هل يتجرؤون يتكلمون نفس الكلام في أنديتهم؟ هل يتكلمون نفس الكلام في أنديتهم؟ لوبيز ضاعت هيبته أنا أقول لك، بين اللاعبين وبين الإعلام وبين
اي واضح جدا. ففي ازدواجيه بدر في هذا الموضوع عندنا مع الاعلاميين ولا وبعض لاعبي المنتخب، يعني بعض الاعلاميين وبعض. بس انا ما الوم اللاعب في النهايه، الوم الاعلامي. لا الاعلامي اللي الجمهور يشوفه. لا بدر، حتى اللاعب ما يفترض انه يطلع على الاعلام ويتكلم عن مدرب سواء كان في النادي او في، لكن انا اقول هل يتجرأوا طلعوا على لوبيز، تجرأوا على لوبيز، هل يتجرؤون في ادياتهم يقولون هالكلام اللي يقولونه؟ انت ما مارست العمل هذا ابو سليمان؟ اي عمل؟ الازدواجيه؟ لا اني اني طيب انت اني انتقد في المنتخب ولا انتقد في النادي؟ لا انا انتقد في النادي اكثر، اكثر مما انتقد. انت انتقدت لوبيز صح؟ اكثر من انا لا زلت اقول لك انا ترى لا يفهم من كلام اني ادافع عن لوبيز. لا 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 مش دفاع بس. انت لما انتقدت لوبيز اكثر انتقاداتك كانت مثلا عن عدم اشراكه ليحيى الشهري، عدم استدعاءه لعبد الله العنزي، كلها كانت تدور حول النصر. لا يحيى الشهري انا ما تكلمت عن اشراكه وعدم اشراكه. عبد الله العنزي في مباراه العراق ابو سليمان. ابدا ابدا ابدا. انا موضوع العنزي طرحته كقضيه كمشكله، ما هو انه يلعب ولا ما يلعب. حتى لما قال انه الرابع او كذا ما يعني ما توقفت عند التصريح كثيرا، لانه في النهايه حيجي للمنتخب يعني اذا هو جدير حيثبت جدارته، ممكن يكون الحارس الاساسي في يوم من الايام، هذا حسب اللاعب وقدرته اذا اتيحت له فرصه. بس يحيى الشهري هذه تغريده عندك ابو سليمان على ما اعتقد. ايش بالضبط؟ يعني اشبه بالسخريه من لوبيز، انه ما اشرك يحيى الشهري في مباراه لا 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 العراق. العراق في مباراة العراق في التصفيات المؤهلة. والله يجوز اني ناسيها بس على العموم. لا انه انت انتقادك كان حول اللون الاصفر النصر. يعني انا مثلا تكلمت عن يحيى الشهري لانه نصراوي. طيب يحيى الشهري يستحق ولا طيب لا؟ وعبد الله العنزي ايضا تحدث. لا عبد الله مشكلته مختلفة. بس خلنا بيحيى، انا طبعا ما اتذكر التغريدة. لكن على فرضا اني انا انتقدت لوبيز لعدم اشراكه ليحيى الشهري، ما هو لان يحيى الشهري نصراوي بقدر ما انه كفء وجدير انه يلعب. بس عموما انا هل انتقد في النصر ولا ما انتقد؟ لان احنا نتكلم عن الازدواجيه الان بدر. يعني ممكن واحد يحاكمني الان يجي يقول لي انت ما تنتقد في النصر، انت جيدا على لوبيز. هنا ينطبق عليه المثل اللي يقوله اللي هو اسد هنا ونعامه هنا. لكن اذا كنت تنتقد الانديه، كل الانديه مش بس النصر. لا هي لا. ابو سليمان انت معك حق في الكلام اللي تقوله، لكن الازدواجيه ايضا لها انواع، لها فروع. وش انواع؟ يعني نوع اللي اعطيتك اياه قبل شوي، يعني اوكي كارينيو مثلا. انت تقول انت مثلا ابو سليمان كارينيو في الموسم قبل الماضي لما حضر في نهايه الموسم اعتقد او في منتصف الموسم، انت كنت تقسو على كارينيو ومن له مصلحه في الابقاء على كارينيو. ما هو صحيح ابد. وقلت ان هذا يا ابو سليمان ما هو صحيح ابد. انت تتكلم عن الموسم اللي قبله. اللي قبله ايه ايه، مو بالموسم العام. لا اللي انا جايك في الطريق. طيب الموسم اللي قبله. اللي قبله إيه؟ وقلت انه بس وش علاقة هذا في الموضوع الان؟ طيب ابغى اجيك انا ابو سليمان في الموضوع. لا وش علاقة كارينو الان بموضوع الازدواجية اللي نتكلم فيها بين المنتخب والنادي؟ انا اقول لك ان الازدواجية لها اساليب ثانية. ايه عارف انا إن لها يعني كارينو الان لما انت تنتقده طوال موسم قبل الماضي وتقول انه اضاع كاس ولي كاس ولي. انا انتقدته لما لعب بخمسه مدافعين امام الاهلي في كاس الابطال، ولو يرجع كارينو ويلعب بنفس الاسلوب حنتقده. ما فيها شيء ترى انك تنتقد، هذا بالعكس دليل معي وليس ضدي على فكره. اني انا انتقد اي مدرب عادي، بس انا ما اجي امارس نقدي هنا لا بس واخفيه هنا. لا بس الموسم اللي بعده صرحت بان كارينيو اعاد نصر المفخره. عادي اشتغل الرجل لين وصل النصر للمستوى، مش مشكلة. يعني في تناقض اني انتقده في بداية عمله ثم مع مرور الوقت. على فكرة انا مطلع مقال الان موجود في حسابي في بداية كارينو، وقلت انه النصر في يوم من الايام سيكون فريقا رائعا مع هذا المدرب. انا قسوت على كارينو في مباراة الاهلي في كاس الابطال. صحيح. اللي لعب في مكة بخمسة مدافعين في كاس الابطال اللي خرج منها النصر. اي وسجل الاهلي ثلاث اهداف في نصف ساعه. هذه نعم انا بعدها مارست نقد قاسي جدا، بس ما طلبت بانه ما يبقى او شيء من هالقبيل. لا بس ما قلت انه من اللي له مصلحه. بالعكس ترى بدر ترى نهايه الموسم الماضي من اشد المطالبين ببقاء كارينو
كان محمد الدويش في نهاية الموسم الماضي، على الرغم من ماجد عبد الله كان ضد هالشيء، صالح المطلق كان ضد الشيء، الهريفي والله ما ادري ايش كان موقفه، يوسف خميس كان ضد، وكانوا يتكلمون انه هذا مدرب نفسي فقط. طيب على كل، انا ما ادري ليش اخذتني لهالموضوع. لا لا ما طيب وكنيدا ايش في كنيدا؟ كنيدا انا رايي، انا رايي يا بدر كنيدا مثل لوبيز، كلاهما يلعبان باسلوب 4-5-1 ويطبقان هالاسلوب مش على طريقه برشلونه القادمون من الخلف، يطبقانه عن طريق الاطراف، يعني الاثنين طريقتهم واحده كانها منسوخه. فانا اقول اللي ينتقد كارينو لوبيز يجب ان ينتقد بالتالي كنيدا، اللي دافع عن كنيدا ويمدحه يجب ان يدافع عن لوبيز، لان الاثنين مدرسه واحده. انت ايش رايك في المدرسه يا ابو سليمان؟ انا رايي انها ما تصلح في الكره السعوديه، اسلوب المهاجم الواحد ما يصلح في الكره السعوديه، ما عندنا ادوات تنفيذه، احنا اخذنا، هم اخذوا هالاسلوب ولا طبقوه كما هو. الاسلوب يبغى له لعيبه يلعبوا في وسط الملعب مهاجمين خلف المهاجم الواحد وياتون من الخلف، هم الان يطبقون عن طريق الاطراف، عن طريق الاطراف. هذه كره قديمه، هذه الان اللي في كاس العالم، العالم كلها رجعت لها على فكره، يعني معظم الاهداف اللي سجلت كانت كور عرضيه، حتى المنتخب الان معظم اهدافه كور عرضيه، النصر معظم اهدافه كور عرضيه. فما تطبق لي هالاسلوب وما عندك ادواته، بس هذا هو، هذه هي المشكله. فانا رايي انه لا لوبيز بينجح مع المنتخب ولا كانيدا بينجح مع النصر، يعني اذا بينجح، اذا الاثنين المتصدر الان، من المتصدر؟ النصر. لوبيز متاهل بدون هزيمه، اذا بنقول النتائج لوبيز متصدر متاهل بدون هزيمه. طيب ايش المطلوب منه؟ من المطلوب منه؟ يعني اذا هو مو بناجح، مطلوب منه، انا اقول لك مطلوب منه انه يغير هالاسلوب. على فكره كاريني وابو سليمان مثلا اللي مدحته انت نهايه الموسم الماضي كاد ان يفقد النصر بطوله الدوري في اخر كم مباراه. لا هذا ما وغير وما كان ترى مرضي عنه من اغلب الجمهور النصراوي، هذا ما له علاقه بمسؤولين الاداره. انت غيرت الموضوع تلقائيا تماما، رحت حولته لموضوع نصراوي بحت يعني، لكن ما يخالف بجاوبك. كارينو الفريق لما صار تحت الضغط النصر، انا اقول لك ليش مستوى النصر هبط في اخر الموسم، صار الفريق تحت الضغط، يعني بعد هزيمته من الهلال صار الفريق تحت الضغط، هذا كل اللي صار فقط ابدا. لكن انا من وجهة نظري كارينو من المدربين اللي يصلحون للاعب السعودي، لانه مدرب يهتم كثيرا بعلاقته باللاعب، ما هو مدرب تصادمي، ما هو مدرب منفعل يحتوي اللاعب بشكل غير طبيعي، الى جانب انه، وهذه مهمه جدا وهو اختبار لم يتعرض له كانيدا حتى الان على فكره، يعني مدرب تاخر بهدفين ومع ذلك عاد المباراه، كانيدا حتى الان لم يدخل مرماه هدف لنرى ماذا يفعل حتى الان. انا طبعا طيب خلينا نرجع، انا بامانه طيب بدر انا بامانه ضد هالمقارنه، كارينو غير وكانيدا غير في كل شيء. طيب موضوع التعاطي، موضوع ايش؟ موضوع التعاطي، ارجع الموضوع الاساسي على اساس بس ما اخذك برا الجو كثير يعني. إذا قلت لك أنا الآن اللي نلاحظه أنه في ازدواجية في التعاطي مع مدرب المنتخب ومع مدرب النادي، إعلام سواء مصالح من يعني الإعلاميين، إعلام أو مصالح، إعلام علاقات، إعلام علاقات، صاير إعلام علاقات، صاير إعلام يحسب ألف حساب لرئيس النادي، ما يبغاه يزعل، يبغاه دائم راضي عليه. هذه إحنا ما كنا ناخذ أي اعتبار رئيس النادي يزعل يرضى بسلامته. أنا أقول الكلمة اللي أنا مقتنع فيها، يزعل يرضى. متى الكلام هذا؟ كيف متى؟ لا يعني زمنه أبو سليمان تكلمت عني أنا؟ لا، عن الإعلام نفسه، يعني اللي كان ما يأخذ برأي رئيس النادي، زعل رضا. معظم الأسماء الإعلامية البارزة من طلعت تقريبا ما تأخذ، ما عليها من رئيس النادي، في ناس في الهلال، في ناس في النصر، في ناس في الاتحاد، ومعروفين. يمكن الأهلي إلى حد ما كان فيه ذاك يعني الوضوح بالضدية ضد رئيس معين أو شيء من هالقبيل، يعني كان نقد بشكل عام. لكن في النصر، في الاتحاد، في الأهلي صار هذا الشيء، صار إلى حد الصراع الإعلامي.
يعني قضية صالح الحمادي الزميل صالح الحمادي مع الأمير عبد الرحمن مساعد معروفة. قضية الآن اللي ضد إدارة الاتحاد أكثر من اسم معروفة. كيف أبو سليمان كيف علاقتك مع الإدارة النصراوية؟ تقصد مع الأمير فيصل بن تركي؟ إيه. والله أنا شخصياً ما أشوف إن في ضروري للعلاقة نهائياً. يعني أنا أشوف إن العلاقة بين كاتب ورئيس نادي ما لها لازمة. يعني وش ضرورتها يعني؟ يعني إذا كانت هذه العلاقة سواء مع الأمير فيصل بن تركي أو مع أي شخصية رياضية أخرى ستكون على حساب حريتي الإعلامية. فأنا لا أريد هذه العلاقة نهائياً. أنا أقول لا، أنا أقصد تعاطي الجمهور النصراوي معك مثلاً الموسم الماضي غير الموسم هذا. لا، الجمهور النصراوي يعني مع احترامي وتقديري طبعاً ما تقدر تتكلم باسم الجمهور النصراوي ككل. يعني مو ككل، أنا ما أقول ككل. أنا أقول لك في ناس مثلاً مثل هالتفكير يقول لك ليش أنت ما تصير علاقتك بالرئيس، ليش ما تكون قريب من الرئيس؟ عندهم هذا التفكير. عندهم نفس التفكير، إعلاميين نفس الشيء يقولون لي نفس الكلام. أنا ردي دائماً أنا أقصد الوصول لهذه النقطة، أن متى ما كانت علاقتك مع مثلاً الأمير فيصل بن تركي كويسة إيش يستفيد النصر يعني؟ أو إيش يتضرر العكس يعني؟ مش النصر ككيان، نتكلم مثلاً عن النصر أنت أنت كأغلبية من الجمهور. أنت ترك الجمهور، أنت الآن يا بدر إعلامي زين؟ وإيش ترى ضرورة أنه فلان من الناس أياً كان تكون الكاتب تكون له علاقة مميزة أو شخصية أو خاصة برئيس ما أشوف في ضرورة يعني مش ما في ضرورة يعني أعطيك مثل الكاتب اللي الآن ما هو في الرياض أيا كان هلالي بعرعر بجيزان هذا ممكن يكون له علاقة هاتفية فقط يعني يمكن ما يجي الرياض. هل هذا معناته هذا أنه المفروض ما يكتب ولا ينتقد ولا يروح ولا يجي لأنه والله ما له علاقة برئيس النادي؟ مو بصحيح. يعني أنا شخصيا أعتبر العلاقة برئيس النادي ما لها أي لازم، ما هي ضرورية بالنسبة للكاتب. قد تكون للصحفي اللي يريد مصادر يريد أخبار ممكن تكون ضرورية، لكن بالنسبة للكاتب اللي فقط يكتب ما هو مراسل هذه ما هي ضرورية بصراحة. وأنا استغفر الله من كلمة أنا طول عمري طول حياتي الشخصية ما كان لي علاقة خاصة برئيس نادي باستثناء الأمير عبد الرحمن بن سعود وكانت علاقة فيها الكثير من الأخذ والرد. والأمير فيصل تركي ما كانت لك علاقة قريبة؟ ولا فيصل بن عبد الرحمن الموسم ولا سعد الموسم اللي قبله أبدا أبدا ولا سعد الأمير فيصل بن تركي لمعلوماتك مع أني أنا أشوف هذا والله شان شخصي ما يهم أحد ما قابلته في حياتي إلا مرة واحدة وجه لوجه في دبي فقط في مباراة الوصل والنصر. أنا كنت وقتها يعني ما رحت المباراة، كنت موجود في أبو ظبي عشان خط الستة وطلعت أنا والزميل سعيد هلال عشان نشوف المباراة نحضر المباراة. فتقابلت أنا وياه بين الشوطين مقابلة لم تستغرق أكثر من دقيقتين سلام عليكم السلام، وكان هو في طريقه إلى غرفة الملابس عشان يجتمع باللاعبين بين الشوطين. بس أنا أحترم الرجل وأقدره على النطاق الشخصي وأحترم ما قدمه، لكن ما هو محصن عن النقد. ما عندي أحد مقدس محصن عن النقد، ما يمكن أنك تلمسه ولا تقربه ولا تنتقده، مو بصحيح. أنا رأيي أي واحد يعمل في المجال الرياضي هو عرضة للنقد، يقف عند النقد هل هذا النقد صحيح ولا مو بصحيح. بس أما أنه أيا كان، أنا ما أتكلم عن الأمير فيصل بن تركي حتى عن أحمد عيد حتى عن رؤساء الأندية كلها، يبي يجي يقول لي اكتب كذا ولا تكتب كذا بقول له لا، مع احترامي له أنا أكتب اللي أبغاه، انت فكر بما يكتب. لا بيزعل، ممكن يزعل، ممكن يوصل لك رسالة انه يزعل. خليه يزعل بسلامته، واذا زعل وش بيصير يعني؟ ما الذي سيحدث في الكرة الأرضية يعني؟ ولا شيء. بيصير اللي صاير الآن مثلا بينك وبين وش صاير؟ يعني أغلب المنتمين لنادي النصر مثلا وش صاير؟ ما صاير للخير الحمد لله. في ناس تشتم خلها تشتم، وش المشكلة؟ حسنات حسنات، الله كاتب لي حسنات خليهم يشتموا. وفي ناس بالعكس إذا قابلت محمد الدويش تقبله في جبينه يعني. في ناس كذا وفي ناس كذا. وعلى العموم بدر أنا أقول لك شيء، ما دام الموضوع أنا ما كنت والله أتوقع أنك تحاوله أنك تحاصرني بشكل شخصي بهذا الشكل، لكن أنا بقول لك كلمة، أنا ما يهمني من يرضى من يزعل، أنا بكتب رأيي. إذا غلطت على أحد القضاء موجود، وإذا فقط قلت رأيي ضمن الأدب حدود الأدب اللي بيرضى يرضى واللي بيزعل يزعل. طيب
خلينا نطوي ملف الموضوع هذا التعاطي الإعلامي ونفتح موضوع أحتاج في رأي قانوني صراحة اللي جالس يحدث بين مجلس إدارة الاتحاد السعودي برئيسه أحمد عيد وبين الجمعية العمومية للاتحاد. بس نشوف التقرير هذا ونرجع نعلق عليه. العشرون من ديسمبر من عام 2012 يوم ميلاد جديد لكرة القدم السعودية. هذا الوجه هو وجه أحمد عيد، أول رجل يقبض على رئاسة اتحاد القدم بالانتخاب. كان فتيا الحارس الأمين للأخضر، المشرف الناجح يوم كان الزمن زمن الأخضر. بعدها دخل أروقة مجلس الاتحاد عضواً ونائباً للاحتراف، الرجل الذي يمشي في الصف الثالث. كان رئيس الاتحاد وقتها الأمير نواف بن فيصل، الرجل الأخير في اتحاد القدم الذي مشى خلفه أحمد عيد. وهذا الوجه هو وجه خالد المعمر، الرئيس ذات مرة ونائب الرئيس المحنك لمرات، الرجل الذي هزم أمام عيد في لعبة أرادت لوجوه لاعبيها في تلك القاعة أن تمشي في جنازة قتلاها. بعدها بدأت الحكاية. فالرجل الذي قنع بخسارته في معركة الانتخابات لا يريد أن يخرج من الباب الواسع، وكلف بلجنة تعديل النظام الأساسي، النظام الذي تسمر أمامه موسما ونصفا. وفي شتاء الفترة وصيفها يخرج المعمر لمباغتة اتحاد عيد. في البدء وجه له الإنذار، وفي الثانية هو اتحاد ضعيف وعشوائي، وفي الثالثة احترمونا. على الجبهة الأخرى الرجل الذي يحكم الاتحاد بصمت العاجز، لجان تنهشها الذئاب وأندية تحكمها رابطة بلا نظام، وبعض رجال يقولون ما لا يفعلون. ترى من هو الصادق؟ أين المخلص من تلك الوجوه لمشهد رياضي حكم عليه بما تراه العين؟ القانوني محمد الدويش، في حملة اللي جلس مثلا المحلل للمشهد الرياضي يشوف في حملة ممنهجة للمطالبة بحل اتحاد أحمد عيد، أيضا في المقابل يرون أن اتحاد أحمد عيد يمارس الخرق للقوانين، بالتالي من الطبيعي أن يحل هذا الاتحاد. لا، أنا أعتقد بدر إحنا ما وصلنا إلى مستوى المطالبة بحل الاتحاد أو سحب الثقة من الاتحاد لسبب بسيط،